بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول المتوسط في ثانوية الشروق الأهلي البنين، مرحبا بكم في سلسلة من أو في درس من سلسلة دروسنا في مادة علوم الأحياء، نقدمها لكم مدرس المادة الأستاذ حسين خليل. في الدرس الماضي نتذكر خدنا عن المجاهر الإلكترونية وتكلمنا عن سبب الحاجة لوجودها، وتكلمنا عن قوتها التكبيرية وعن تركيبها وعن أول من اخترعها ومن ساهم في تطويرها وعن أنواعها وعن صفة كل نوع من هذه الأنواع وعن علاقتها بالعلوم الأخرى. موضوعنا اليوم راح يكون عن الفصل الثاني، كان ذلك هو الفصل الأول. الفصل الثاني اليوم راح ندرس في درسنا هذا عن علماء ساهموا في تطوير علم الأحياء، ودرسنا تحديدا راح يكون عن علم التصنيف وأبرز العلماء الذين كان لهم دور كبير في تصنيف الكائنات الحية. إذن نجي الآن إلى سبب لجوء الإنسان منذ القدم إلى دراسة الكائنات الحية من حوله، علل ذلك. الجواب للاستفادة منها، هي استفاد منها في جوانب عديدة، من الجانب الاقتصادي، من الجانب الطبي وإلى آخره. هنا راح نجي إلى علم التصنيف. ماذا يقصد بعلم التصنيف؟ هو فرع من فروع علم الأحياء يختص بدراسة الكائنات الحية وتسميتها وتوزيعها في مجاميع أفق نظام معين. إذن هو واحد من فروع علم الأحياء. هذا العلم شغلته شي يسوي، يدرس الكائنات الحية، يسميها ويوزعها أفق مجاميع، وكل هذا وفق نظام معين، فيسحول علم التصنيف، يعني يصنف الكائنات الحية، يرتبها. زين، هنا سؤال يكون إذا ماذا يهدف علم التصنيف؟ شنو الغرض من علم التصنيف؟ وجود هنا شنو السبب؟ يهدف إلى وضع الكائنات الحية في مجموعات لتسهيل دراستها والتعرف عليها، وأكيد بالتالي هنا راح نقدر نستفاد منها. السؤال هنا يقول من هو أول من صنف الكائنات الحية وكيف؟ هذا من ضمن الأسئلة المهمة ننتبه عليها. أول من صنف الكائنات الحية هو العالم الإغريقي اليوناني أرسطو المعروف. شلون صنف؟ حيث صنف النباتات حسب حجمها وشكلها الخارجي، ننتبه، حسب حجمها وشكل الخارجي، إلى أشجار، شجيرات، أعشاب. وصنف الحيوانات حسب البيئة مالتها، إلى برية، مائية، طائرة. زين، سؤال هنا نقول كنظام تصنيفي من هو أول من وضع هذا النظام التصنيفي للكائنات الحية؟ أكيد ما بعد أرسطو أصبحت هنالك محاولات عديدة لتصنيف الكائنات الحية، لذلك لجأوا إلى وضع نظام تصنيفي، لكن هذا أكيد تم عن طريق العالم السويدي كارلوس لينيوس. إذن هنا طبعا في هاي المرحلة في الصف الأول المتوسط راح ندرس عن الممالك الخمس اللي تم بموجبها تصنيف الكائنات الحية. طبعا هنا شباب تروحون للصف الثاني المتوسط إن شاء الله تعالى راح تعرفون أنه هاي الممالك الخمس تمت هنا ما أجت اعتباطا، هذا النظام مشوا عليه من 69 عن طريق عالم إنجليزي روبرت وايت كار. هاي معلومة لكم، هو اللي اقترحت تصنيف الكائنات الحية إلى ممالك خمس، لكن هم ذاكريها هنا، يعني هم مجرد مختصرين الأمور. فالممالك الخمس هنا راح نرتبها حسب درجة تطورها، حسب درجة تطورها. شباب انتبهوا علي، نبدأ بمملكة البدائيات، تضم البكتيريا بمختلف أنواعها، سميت بدائيات لأنها بداية النواة، هاي معلومة لكم. اثنين، مملكة الطليعيات، تضم مجموعة من الأحياء بسيطة التركيب، البراميسيوم، اليوغلينا، الأميبا، هاي المعروفة الكائنات الحية بها، وتكون طبعا النواة مالتها حقيقية. مملكة الفطريات، هاي تضم جميع أنواع الفطريات والخمائر، مثل البنسليوم، مثل العرهون، عفن الخبز، إلى آخره. مملكة النباتات، تضم جميع أنواع النباتات بمختلف بيئاتها، كل أنواع النباتات يعني دون حصر واحدة منها. خامسا وأخيرا، مملكة الحيوان، تضم جميع الحيوانات بمختلف بيئاتها، وتشكل الفقرية واللا فقرية على نقدر نقول في مقدمة هاي الكائنات الحيوانية. إذا شباب شفتوا، خلوا البدائيات
بعدين طلعيات، بعدين فطريات، بعدين نباتات، وبعدين حيوانات. ليش خلوها هيك وصنفوها حسب درجة التطور؟ يعني مملكة الحيوان أكثر تطورا من النباتات، مملكة النباتات أكثر تطورا من الفطريات، مملكة الفطريات أكثر تطورا من الطلعيات، والطلعيات أكيد بدورها أكثر تطورا من البدائيات. زين، يعني مثل سلم، نقدر نقول سلم للتطور. إذا نجي شباب إلى أهمية علم التصنيف. شو أهمية علم التصنيف؟ هذا العلم وفر لي سهولة لعملية دراسة الكائنات الحية. زين، وأح يربط لي علم تصنيف الكائنات الحية بالعلوم الأخرى مثل علم البيئة، علم الزراعة والطب والصيدلة. زين، عندنا سؤال أيضا يقول: علل قيام العلماء بتوزيع الكائنات الحية إلى مجموعات اعتمادا على التشابه والاختلاف بين أفرادها. ليش وزعوا الكائنات الحية وفق هذه الأمور، تشابه واختلاف؟ ذلك لصعوبة دراستها، وذلك لصعوبة دراستها نظرا لكثرة أعدادها وأنواعها. يعني تعاملوا مع كائنات أعدادها وأنواعها كثيرة جدا، ماشي، وبالتالي اضطروا أنه يميزوها هنا ويوزعوها حسب التشابه والاختلاف بين الأفراد. وكان هذا بحد دوره بداية، يعني أو نقدر نقول بداية حقيقية لتطوير علم التصنيف. زين، موضوع آخر هو المراتب التصنيفية. ما هي المراتب التصنيفية؟ هذا المصطلح خلينا نشوفه. هو عبارة عن مجموعات وزعت الكائنات الحية اعتمادا على التشابه والاختلاف بين أفرادها من حيث صفاته، من حيث الصفات أو من حيث صفات معينة. يعني خلينا نوضح أكثر. العلماء هنا تعاملوا بصعوبة مع الكائنات الحية، الأعداد وأنواع كثيرة، فقال لك إحنا خلينا نصنفها حسب التشابه والاختلاف. لكن هنا أكيد لازم يحتاجون فد أداة، هاي الأداة تسموها المراتب التصنيفية. على ضوءها قدروا يوزعون الكائنات الحية ويرتبوها هنا حسب التشابه والاختلاف بين أفرادها من حيث صفات معينة. زين، المراتب التصنيفية للكائنات الحية هي 7 مراتب، راح تكون كالآتي. انتبه عزيزي الطالب، المراتب هي 7 مراتب، وهذه أيضا راح تدرسها في سنين لاحقة إن شاء الله من مراحلك الدراسية. المراتب التصنيفية هي: النوع، الجنس، العائلة، الرتبة، الصنف، الشعبة، المملكة. يعني شنو شباب؟ يعني الكائنات الحية أول ما تبدأ بأفراد متشابهة، يضعوهم بما يطلق عليه النوع. بعدين هاي الأنواع المتشابهة يضعوهم في مجموعة أكبر فيصحوا لهم الجنس. ثم الأجناس المتشابهة يضعوهم بمجموعة أكبر فيسموهم عائلة. ثم بعد ذلك العوائل المتشابهة يضعوهم في مجموعة أكبر فيسموها الرتبة. ثم الرتب المتشابهة يضعوهم في مجموعة بعد أكبر فيسموها الصنف. ثم الأصناف المتشابهة يضعوها في مجموعة يسموها الشعبة. ثم بعد ذلك الشعب المتشابهة والمتقاربة يضطرون يضعوها في شيء بعد أكبر اللي هو المملكة. أتمنى وضحت الصورة لك. زين، نجي إلى كارلوس لينيوس اللي أخذنا عنه في البداية وقلنا هو وضع نظام لتصنيف الكائنات الحية. هذا العالم وضع مبادئ أساسية اعتمدها في نظام التصنيف، فما هي؟ الجواب: رقم 1، استعمل اللغة اللاتينية في تسمية الكائنات الحية. واللغة اللاتينية لغة قديمة، حاليا يعني ما حد يتكلم بها لأنها صعبة، فاستخدموها هاي اللغة لأنه ما حد يحكي بها وصعبة، فصار بالبداية صار اختلاف عن نوع اللغة. هاي معلومة لك، لكن اتفقوا على اللغة اللاتينية كلغة لأنه يقل الحديث بها وقديمة. زين، ثانيا، تسمية الكائنات الحية بالتسمية الثنائية، وهذا أيضا راح ندرسه إن شاء الله في دروس أخرى إن شاء الله في السنة القادمة للثانوي المتوسط، شلون سموها بالتسمية الثنائية أو الاسم العلمي. هنا موضحين توضيح بسيط راح نجي له، قالين التسمية الثنائية عبارة عن اسم علمي يطلق على الكائن الحي، يتكون من كلمتين: الأولى اسم الجنس وتبدأ بحرف كبير، والثانية اسم النوع يبدأ بحرف صغير، يوضع تحتهما خط ويكتبان بصورة مائلة مثل اسم العلمي الإنسان الهومو سابينس. طبعا هنا منفصليها أكثر بالثاني متوسط، منفصلين عن هذا الموضوع، فأنت راح فقط تقرأ كإطلاع. يعني تقول اسم علمي يطلق على الكائن الحي، يتكون كلمتين: اسم الجنس واسم النوع. اسم الجنس بحرف كبير كله طبعا، والعلم اسم الجنس يكتب بحرف كبير بس أول حرف، يعني لا تنتبهون هنا هذا اسم الجنس
بس أول حرف كبير، الباقي كله صغار، حتى اسم النوع كله بحروف صغيرة small letter. يوضع تحتهما خط، طبعا هاي في حالات، ويكتبان بصورة مائلة أيضا في حالات، لكن ما موضحيها هم هنا في هاي المرحلة، فرح نلتزم فقط بالتعريف. زين، النقطة الثالثة قالوا أنه كارل لينيوس يضطر يستخدم مراتب تصنيفية بالترتيب من الأصغر الأكبر وبالعكس، هاي المراتب اللي أخذناها واللي تكلمنا عنها، يعني هذه اعتمدها لينيوس ضمن مبادئ اللي في نظام التصنيف. هذا درسنا لهذا اليوم، نتمنى شبابنا الأعزاء أنه استفادتوا من الدرس، ونلتقي فيكم في سلسلة دروس أخرى. شكرا جزيلا.